بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم إن شاء الله على درس Continuous Past Perfect، زمن الماضي المستمر التام. الحلقة الماضية كانت على Simple Past Perfect، زمن الماضي البسيط التام. اليوم زمن الماضي المستمر التام Continuous Past Perfect. Continuous Past Perfect هو عبارة عن had been plus verb plus ing. had been plus verb plus ing. Okay, يعني مثلا had been playing أو had been reading, had been watching and so on. تعال نشوف التايم لاين. في حدث، طبعا احنا بنتكلم في الماضي. Okay, هذا now future, this is the past. في حدث في الماضي كان مستمر 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 إلى أن حدث حدث آخر. الحدث هذا الأول هو الـ Continuous Past Perfect، والحدث هذا هو Simple Past، الماضي البسيط اللي هو Verb 2. تعال نشوف. When do we use this action? The action was in progress for a certain period of time before another action in the past. يعني الحدث كان مستمر لوقت محدد، لفترة محددة من الزمن. آها، الوقت، الحدث كان مستمر لفترة محددة، لمدة نص ساعة، لمدة ثلاثة أيام، لمدة طويلة، لفترة قصيرة. Before another action in the past، قبل ما يصير حدث آخر. الزمن هذا قريب جدا من زمن continuous past، بس continuous past ما كنا نحدد إحنا قديش مشينا هنا. أوكي، يعني كانت الجملة مثلا I was watching TV when my father came، يعني أنا كنت بتفرج التلفزيون، بتفرج إلى أن جاء أبي فقطع علي الحدث هذا. هنا لا، هنا بيقول لي الحدث كان مستمر for a certain period of time، لفترة محددة من الزمن. نشوف الإكزامبل. I had been waiting for 2 hours when you arrived. I had been waiting for 2 hours when you arrived. يعني أنا كنت بنتظر لمدة ساعتين عندما أنت وصلت. شوف كيف؟ أنا كنت قاعد أنتظر وحددت الزمن. كنت بنتظر لمدة ساعتين عندما أنت وصلت. شوف، عندما أنت وصلت الحدث الثاني هو simple past verb 2. I had been teaching for 10 years before we got married. أنا كنت بدرس لمدة 10 سنوات قبل أن نتزوج. إذن أنا هنا بتكلم على فترة طويلة. أوكي، 10 سنوات. أنا كنت بدرس لمدة 10 سنوات إلى أن تزوجت. I had been teaching for 10 years. Sorry. I had been teaching for 10 years before we got married. Question، كيف أجيب السؤال تبعه؟ Had you been teaching for a long time before you worked as a businessman؟ هل كنت تعمل لمدة طويلة؟ شوف، for a long time. For a long time هنا بنعتبره certain period of time، يعني أنا حددت لفترة طويلة، يعني أنا بتكلم على الفترة هذه. هل كنت تعمل لفترة طويلة قبل أن تعمل كرجل أعمال؟ Had you been teaching for a long time before you worked as a businessman؟ Okay، هذه الحالة الأولى. The action was in progress، الحدث كان مستمر for a certain period of time، لوقت محدد، لفترة محددة من الزمن قبل حدوث حدث آخر. الحالة الثانية to show cause of an action in the past، عشان تبين سبب حدث حصل في الماضي، يعني الموضوع فيه سبب ونتيجة. أوكي، تعال نشوف كيف. I had to go on a diet because I had been eating too much sugar. Had to معناها يجب، يجب بس هنا في الماضي، هنا verb 2. okay. I had to go، كان يجب علي أن أعمل حمية. go on a diet، go on a diet معناها أسوي حمية. okay، رجيم، أسوي حمية. ليش؟ because I had been eating، لأني أنا كنت بأكل too much sugar، لأن أنا كنت بأكل سكر كثير. ما زال الموضوع زي ما هو، إنه أنا عملت حمية، أو كان يجب علي أن أعمل حمية لأني كنت بأكل، شوف حدث قبله، لأنه كنت بأكل سكر بكميات كبيرة. فهنا زي ما تشوفين فيها إيش؟ فيها سبب، يعني سبب أني أنا بسوي الحمية هذه كان بسبب أني أنا كنت أكل سكر كثير. جيسيكا
got لديها حروق شمسية، يعني الجلد محترق أوكي من الشمس، لأنها كانت مستلقية في الشمس لمدة طويلة. برضو الموضوع فيه سبب ونتيجة، تمام. آخر واحدة، you failed the exam because you had not been studying along the year. أنت رسبت في الاختبار لأنك ما كنت تدرس على طول السنة. برضو سبب ونتيجة. إذا هم دول الحالتين اللي احنا بنستخدم فيها الـ continuous past perfect. طبعا ما زال الفكرة الأساسية هي إيش؟ إنه حدثين في الماضي واحد منهم قبل الثاني. أوكي؟ الحدث الثاني simple past verb 2 زيه زي simple past perfect. الحدث الثاني هو verb 2 simple past. الحدث الأول هنا جيني بصيغة الاستمرارية، إما إنه يكون كان مستمر لفترة محددة في الماضي، وإما إنه بيبين لي سبب ونتيجة عشان نستخدم الـ continuous past perfect. That's it. Thank you very much and have a nice day.